طيب معانا ايضا خبر مهم جدا، اياكس اللي شاهد تألق كابتن احمد حسام ميدو وحصوله على الدوري والكأس وكأس السوبر، وكان الاول والاخير في تاريخ مصر ان يحصل على 3 بطولات اوروبيه في موسم واحد. يقال ان هو سيعود مره اخرى لاياكس امستردام. معانا الكابتن احمد حسام ميدو من هولندا. كابتن احمد ازي حضرتك؟ طيب وانت بالصحه والسلامه، ويعني وحشتنا والله يا ابو حميد، ونتمنى لك التوفيق يا رب في يعني انا سمعت ان كان في النهارده الكشف الطبي، صحيح الكلام ده ولا لا؟ الحمد لله الكشف الطبي كان كشف طبي طويل يعني من الساعه 7 الصبح، والحمد لله يعني كل حاجه كانت كويسه وكل النتيجه الجزائيه كانت كويسه، وبكره الصبح باذن الله نقعد مع رئيس النادي وكده ونتفق على تفاصيل العقد الاخرانيه باذن الله. كان في كلام ان في مشاكل على تفاصيل العقد، الكلام ده اعتقد كان من اسبوعين او حاجه. لا مفيش مشاكل ولا حاجه، يعني زي ما انت عارف كل عقد بيبقى فيه تفاصيل صغيره اللي بالزبط. هي في الاخر كنا كل الخطوط العريضه اتفقنا عليها، حاجات بقى اللي في الاخر اللي هي تقفيل العقد يعني ان شاء الله نخلصه بكره باذن الله. طب وبالنسبه لتفاصيل العقد، هل هي لمده موسم واحد وبعد كده تكون حر الانتقال، ولا الموسمين، ولا ايه بالظبط يا كابتن ميدو؟ والله كابتن خالد القصه كلها ان احنا يعني هو في اياكس كانوا عايزين ان هم يمضوني 3 مواسم، هي القصه كلها ان انا لازم اعمل السنه دي اعاره كمان من ميلزبرا، لان انا بعمل ورق انت عارف الباسبور الانجليزي، يعني بعمل ورق الجواز الانجليزي، لازم ابقى لسه عندي الورك بيرميت، لازم يبقى تصريح العمل لسه موجود جوه انجلترا، يعني انا لو رحت اعاره ببقى معار من ميلزبرا، فبيبقى ورقي لسه موجود جوه انجلترا، دي زي ما انت عارف دي طبعا حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. هو انت يا كابتن ميدو ممكن ان شاء الله وبعد كده نشوف السنه الجايه هنعمل ايه بالظبط، يعني انت ممكن تكون في شهور معينه، فتره شهور معينه معاك الباسبور الانجليزي؟ اعتقد 5 شهور جايين ان شاء الله. كابتن ميدو كان في كلام اتقال على المواقع ان انت نصحت شيكابالا ان ما يروحش اندرلاخت، وان هو يعني موهبته اكبر من نادي زي اندرلاخت، صحيح الكلام ده؟ لا انا ما نصحتش شيكابالا بكده، انا بس انا يعني انا ما نصحتش شيكابالا بحاجه واحده، انت عارف زي ما انت عارف طبعا يا كابتن خالد ان انا بحب شيكابالا، كلنا بنحب شيكابالا وكل الزملكاويه اللي في مصر بيحبوا شيكابالا، تمام، لكن هو انا نصحته بحاجه ان هو لو مشي من نادي الزمالك لازم يمشي بطريق صح، ولازم يمشي بطريقه ان نادي الزمالك يستفيد ماديا كويس جدا من شيكابالا. ليه؟ لان شيكابالا نادي الزمالك ليه حق عليه، تمام، يعني ليه حق عليه، ولو في حد مننا نادي الزمالك ليه حق عليه سواء خالد الغندور او ميدو او حازم امام او اسماء كتيره، شيكابالا اكتر واحد نادي الزمالك ليه حق عليه. ليه؟ لان نادي الزمالك وقف جنب شيكابالا في ازمته لما كان موقوف جوه في الاتحاد الدولي، ونادي الزمالك دفع على شيكابالا 900,000 يورو بالظبط. فالنهارده لو شيكابالا عايز يمشي لازم نادي الزمالك يستفيد كويس جدا من انتقاله، وحقه ان هو يمشي يا كابتن خالد، حقه ان هو يمشي، اي لعيب يطمح في ان هو يحترف من حقه ان هو يحترف، لكن يمشي بالطريق الصح ويمشي ان نادي الزمالك يستفيد منه، وهو ده كانت نصيحتي ليه يعني من الاول، وهو يعني شيكابالا انا لسه بتكلم معاه امبارح، الراجل بيقول ان هو يعني هو ده فعلا اللي هو عايز يعمله، وهو ابلغ مسؤولي عند الراجل ان هو مش هيمشي الا على طريق موافقه نادي الزمالك ورضا نادي الزمالك. متى ميدو متى الاتفاق، يا اما ان هو يقعد السنه الجايه لغايه نادي الزمالك ولغايه ما يمشي بعد كده، لكن ميدو جمهور الهولندي يستفيد ماديا السنه دي احسن من شيكابالا، احسن ما يبقى السنه الجايه ببلاش ويمشي ببلاش بسيبني بالظبط، يا اما يجدد. الجمهور الهولندي استقبلك ازاي؟ انت كنت الفتى المدلل بالنسبه لجمهور اياكس وانت صغير، من اعتقد من 7 سنين فاتوا. والله كنت خالي الناس كلها استقبلتني كويس جدا، كل الجمهور والموظفين في النادي، الناس كلها اول ما دخلت الاستاد كل الناس نزلت سلمت عليا، كل الناس من اصغر الموظفين بتاع اوضه اللبس اللي بتوع الامن، يعني كل الحمد لله الواحد بتربطه علاقه كويسه جدا من الناس هنا، وذكريات جميله، واتمنى ان شاء الله ربنا يعني يعود الذكريات دي تاني، وان شاء الله تبقى سنه خير، يعني انا اجتهد السنه دي واوعد الناس ان انا ان شاء الله هعمل مجهود جامد الفتره الجايه عشان ارجع بشكل كويس باذن الله. اخيرا كده ايه رايك في موضوع جده؟ كابتن خالد التليفون بيقطع يا كابتن. بقول لك ايه رايك في موضوع جده؟ الو يا كابتن ميدو. الو طيب شكرا كابتن احمد حسام ميدو. موضوع جده بيقطع التليفون الله اعلم. كابتن ممدوح عباس قال وعد انه هيجدد لمحمود عبد الرازق شيكابالا الفتره اللي جايه هو ومحمود فتح الله.